السلام عليكم. بداية حاجة بس بعتذر لو في الصورة مهزوزة ولا حاجة، بس عشان مفيش حاجة أمسكها كويس يعني بالموبايل. في الكورس بتاع البتروليوم، بس أنا هحاول أشرح بقدر الإمكان الجزء اللي هو المهم في المحاضرة الأولى بتاع دكتور سحر. هي الأول خالص اتكلمت معاه عن الفكرة بتاعة الأويل جاز إندستري عامة، وهي قد إيه صناعة بتحتاج كوست كبير قوي وبتكلفة عالية قوي، وإن هي متقسمة عندنا ل جزء اب ستريم وجزء داون ستريم. في الواقع التفاصيل دي كلها ممكن نلاقيها في زميلنا كرول كان عامل ملخص يعني كويس قوي بالنسبه للحته النظري دي يعني. فلو حد مهتم او حد عايز برضو يطمن ان هو يكون معاه بقدر الامكان الجزء اللي هو بتاع اللي هي قالت المحاضره بشكل تفاصيل نظري كبير يعني، عايز يفهمه اكتر ممكن يبص على الملخص بتاعه كويس قوي. طيب بالنسبه للجزء انا عايز اركز عليه بصراحه، هو الجزء الاهم او انا شايفه اهم يعني، ان هو في حاجات كتير ممكن تفهم او حاجات كتيرة محتاجة ان احنا نكون فاهمينها اكتر. هي في الاول خالص لأي حاجة بس عايز اشرح كام حاجة كده بسيطة بحيث نتخيل مع بعض كويس لفكرة الانتاج عامة يعني. لو انا بتكلم ده عن سطح الارض مثلا، وانا عندي طبقات كتيرة قوي، فانا لما باجي احفر بشكل ان انا بنزل كل مادة كده تدريجيا بالكيسنج بتاعتي او بالحفرة بتاعتي نفسها كديامتر، بنزل ليه كده؟ لان انا غصب عني مش هقدر انزل الحفار كله بنفس المقاس، وكمان عشان اقدر اعمل كيسنج الحته دي بيسموها اللي هي دي يعني كده، بتكون بيعملوها سيمنتنج كيسنج او بيعملها عامه كيسنج بالاسمنت. ليه؟ علشان يضمن ان السخونه نفسها ما تقعش تاني جوه الحفار جوه الحفره بتاعته هو بعد ما حفر وخلص يعني وكده. فهو مش عايز يوصل لمرحله ان يكون عنده يعني مذكرني مش عارف ان هو يطلع الانتاج ده او ان بتاع ده يتهري تاني يعني. في بعض طبعا المشاكل بيحصل عنده مشاكل ان ساعات السيمنتنج ده او ساعات الليسنج ده بيحصل فيه تسريبات يعني الدنيا بيبوظ على بعضها، وسواء كان هو مثلا في حاجه سنه ثانيه برضه اسمها دريلينج مود. الدريلينج مود دي بيكون مود ليها خصائص معينه من حيث الفيسكوستي ومن حيث الدينستي او دينستي والفيسكوستي. ليه خصهم كده؟ لان انا الدريلينج مود دي فادتها ان انا اول برد الحفار اللي نازل الحفر ده ابرده على ان هو عمال يحك الصخر، فغصب عنه درجه حرارته بتزيد، وبعد ما برده كمان انا عندي ركام بيتكون، فانا عايز اطلع الركام ده لفوق على سطح بحيث ان انا انضف يعني المواد دي، وفي نفس الوقت ان يعني ايه ما يعوقش حركه الحفار وهو نازل يحفر. طيب بيتحكم في ده الفيسكوستي والدنسيتي ازاي؟ في شويه كيميكالز بيضيفهم على الميه عامه بتبقى ميه بس بيضيف عليها شويه كيميكالز وسولتس بنسب معينه. وفي الواقع هو ما بيرميش المواد دي، هو بيحافظ عليها لان المواد بتبقى غاليه جدا، فهو بيخزنها في مكانه بيعمل لها عمليه سيركليشن ان هو ينضفها وينقيها وبعد كده يرجعها يخزنها وبعد كده يسحبها تاني ينزلها جوه البير وهكذا. عامه الكلام كله مش مهم قوي بالنسبه لنا، بس هي حاجه ممكن حد مثلا خلينا متخيل شويه احنا بنحفر ازاي. عندنا مثلا دي الطبقه اللي هي بتبقى يكون فيها البرودكشن اريا اللي هي الحته اللي بيبقى فيها الاويل مثلا. في الواقع ما بيكونش عندي اويل بس، انا بيبقى عندي فيه جاز، ممكن يبقى جاز كاب، عندي اويل وعندي ووتر. في الحتة دي او في الثلاث اماكن دول انا بالنسبه لي مهم عندي الاويل والجاز مثلا. فليه مهمين عندي؟ ان هم دول اللي يعتبر هم دول يجيبوا لي فلوس. الوتر لحد كبير مالهاش اي لازمه، بس هي بتتعب في الفصل وبتتعبني في تنقيه الحاجه. طيب بيبقى شكل ازاي اصلا الكلام ده بياخد ازاي؟ احنا عارفين طبعا الكونسيبت بتاع كون البترول مش هنتكلم فيه مش هنهري فيه. المهم عندنا ان هو بيكون في حاجه اسمها الريفوار مانجمنت. ايه هو الريفوار مانجمنت؟ الريسيرفوار مانجمنت ده ان انا خلاص لقيت الريسيرفوار بعد ما حست، والشركه نفسها اللي عايزه اعمل المشروع خلاص دخلت المناقصه واتفقت مع الوزاره انها تعمل كل الكلام ده، هي عايزه ان هي تاخد خاص المنطقه ده وتبتدي انتاج. في حاجه اسمها ريسيرفوار مانجمنت بحيث ان انا ابتدي انتج بشكل كفاءته عاليه وما اصرفش فلوس كتير. ايه الكلام ده؟ الدكتوره قالت لنا في نقطتين بس يعني، هي ذكرت نقطتين بس. اول حاجه قالت ان الريسيرفوار الكويس او الاداره الكويسه للريسيرفوار بتكون ان انا بيبقى بالنسبه لي مينيمم نمبر اوف دريلز او يعني نمبر اوف ويلز ماشي، وقصادها بيكون في ماكسيمم برودكشن اماونت. يعني انا بالنسبه لي المهم عندي ان انا انتج اكبر كميه من الزيت او من البترول عامه، وفي نفس الوقت ما اصرفش فلوس كتير. يعني احفر اقل حفر وفي نفس الوقت انتج اكبر كميه اكبر قدر من الزيت والجاز والماده دي. في بعض الفورميشنز عندي بتكون بتحجل الحته دي شويه ان انا احفر بشكل قليل. لو انا عندي حاجه اسمها سولت دوم، فالسولت دوم بتبقى شكلها عامل كده. السولت دوم بيبقى شكلها عامل كده. لو انا عندي مثلا في طبقه من الطبقات يعني انا عندي الاويل متكون هنا
وعندي طبقه اويل متكون هنا. في الواقع لو بتكلم ده سطح الارض، اللي خلى السولت دوم دي اسمه سولت دوم، ها اللي خلى السولت دوم دي عامل لي الشكل ده. هي الفكره ان هي بتضغط على الارض مع الصخور اللي حواليها، على الغاز وعلى الطاقه اللي فيها زيت اصلا، سوري مش غاز، زيت. بتضغط على زي ما تقول كده، بنعصر الصخره اللي فيها زيت، فبتعمل حواليها تراب، دول بيبقوا عباره عن ترابس، الترابس اللي مكونه جواها الزيت. طيب ايه بقى اللي هيخليني اتحكم في حوار الترابس دي؟ مش هتحكم في حاجه، يعني في بعد كده حاجه اسمها ستيميليشن هنتكلم عنها المحاضره اللي بعد كده، بس مش دلوقتي، مش موضوع. هي اتكونت كده، سبحان الله هي اتكونت كده. طب انا عايز انتج بقى الزيت ده، فانا بعمل حاجه اسمها فيزبيلتي ستادي، واشوف هل اللي انا لما احفر حفره هنا وهحفر حفره هنا، هل لما اجي انتج وتكاليف الحفر ده، ولما انتج الاويل الموجود هنا والاويل الموجود هنا، هل عندي امكانيه ان انا اغطي التكلفه بتاعتها ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بحاول اوصل لمكان بحيث يكون في اكبر قدر من الاويل، وعشان طبعا اكبر قدر من الامكان من الاويل ده. طيب ايه كمان؟ حاجه كمان ان انا ممكن يكون عندي اصلا طبقات الارض نفسها مش زي ما كانت، يعني طبقات الارض اللي كانت عامله كده، في مثلا وليكن في لحظه من اللحظات او فتره من الفترات حصل عندي زلزال في الطبقات التكتونيه بتاعت الارض، اتغيرت شكلها، بقى عندي الزيت هنا، والطبقات بدل ما تمشي كده بقت ماشيه كده، يعني بقت عامله كده، بقت عامله كده، ماشي. فالترتيب بتاع الارض نفسه اللي ماشي كده ده مبقاش ماشي مع اللي ماشي كده، فحشر لي الاويل في حته هنا. الاويل عامه بيكون فين؟ هو في سيدمنتري روكس، يعني صخور رسوبيه، والصخور الرسوبيه دي بيكون فيها لحد ما بيرميابيلتي وبوروزيتي عاليه شويه، او يعني قادره انها تخزن جواها الاويل ده. فمش كل انواع الصخور دي، مش كل الطبقات دي قادره انها تحط جواها يعني زيت او تخزن جواها. فبرضه المهم عندي ان انا اعمل المكان الصح بحيث ان انتج البرودكشن لاين بتاعي يكون، او الويل بتاعي يكون في مكان مناسب لانتاج اكبر كميه من الزيت. دي كل الحته بتاعت الريسيرفوار مانجمنت اللي بنتكلم عنها. كنا عامل حساب ان انا يكون بالنسبه لي البروجكت ده بروفيتبل، طبعا ان وراه ربح كافي لتغطيه، وكمان ان انا الشركه نفسها ما تكونش بالنسبه لها الكلام ده كله عبثي يعني. طيب في بعض الفاكتورز المهمه اللي بتاثر على البرودكشن بتاع الاويل، او اويل برودكشن فاكتورز افكت الاويل برودكشن. ايه هي الفاكتورز دي؟ اول حاجه هنتكلم عنها هي الفلويد، حاجه ما اقدرش اتحكم فيها، الفلويد والروك بروبرتيز ما اقدرش اتحكم فيها. ليه؟ لانها غصب عني لحد ما ممكن اتحكم بشكل مؤقت او موضوع الستيميليشن، بس اخري هعمل ايه؟ اخري هعمل مثلا هعمل ترابنج، او هعمل زي حفره مثلا حوالين الويل بور بتاعتي، فازود الكميه التراب دي المتكون عندي، بس مش هقدر اعمل حاجه اكتر من كده. ممكن انزل اسيد ياكل شويه في الصخر فيزود لي البرميابيلتي، او يزود لي البروز بتاعتي فيطلع لي اويل اكتر، بس برضه مش هقدر اتحكم في الريسيرفوار كله يعني. ففي الاول وفي الاخر هي بالنسبه لي حاجه مش بايدي ان انا اتحكم فيها قوي يعني، بس هي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الاويل برودكشن. في حاجه ثانيه كمان اللي هي الاماونت بتاعت الجاز والووتر كات. الجاز والووتر كات عامه الفكره بتاعتهم ان هو الجاز ده بيكون كاب جاز، او الجاز على كاب، والووتر بيكون تحت الاويل. فانا بالنسبه لي الورك كات ده كل ما بيطلع معايا كل ما بيقلل في كميه الاويل اللي طالعه، لان هو بيزحم الاويل. وكمان في حاجه كمان في الـ السكيم بتاع الانتاج نفسه، ان الاول خالص ممكن مثلا انتج اويل كويس، بعد كده الووتر بيطلع معايا لان البريشر بتاعي بيقل شويه، فالووتر ممكن تطلع مع في الزوم بتاعت البرودكشن بتاعت الاويل يعني، فيطلع لي مع الاويل وورك كات، ويطلع لي معاها جاس كات وما الى ذلك. طيب حاجه كمان، في حاجه كمان الويل ديبث. الويل ديبث بيفرق معايا في ايه؟ الويل ديبث كل ما انزل اكتر كل ما ممكن اخش على الزون بتاعت الووتر، فلازم انا اكون عامل حساباتي كويس ان انا نازل في الاوبتيمال بليس، او الطبقه المثاليه لانتاج الاويل، اللي هي الطبقه تقريبا بيكون فيها اكبر كميه من الاويل. دكتور بس ما حددتش بتكون بناء على ايه، بس هي بتكون ليها حسابات مش خاصه بينا قوي يعني. الرقم 4 من ضمن الفاكتورز هي البوتوم هول بريشر، اختصارها ان هي اختصار ليها تحت شويه اسمه بي دبليو اف. البي دبليو اف هو اختصار للبوتوم هول فلوينج بريشر، فهو البوتوم هول بريشر ده مكان، او قيمه البريشر عند مكان الهول او الويل بتاعتي تحت خالص في الريسيرفوار بتاعي. خامس حاجه الكيسنج سايز، وسادس حاجه تقريبا مرتبطين ببعض التيوبنج سايز. الكيسنج سايز والتيوبنج سايز، الكيسنج ده اللي هو زي ما قلنا الكيسنج اللي هي الحته اللي بتبقى اللي بعمل لها سمنتنج، بعمل لها تكييس كده وتبطين، والتيوبنج اللي بيخش جوه الكيسنج دي اللي انا ببيعها بعد كده عشان يطلع لي بعد كده برودكشن بشكل مستمر شويه.